نحن نرحب بأي مظاهرات ونؤيد كذلك أي مظاهرات سلمية من أجل المطالبة بالحقوق ومن أجل إنهاء هذه الفوضى. حول عصاك، حول عصاك، حول عصاك، ارفعش عصاك عليا، ارفعش عصاك عليا. ونحن نقاتل من 2014 حتى اليوم من أجل إنهاء فوضى الميليشيات. ونحذر عمر مراجع شخصيا يطلع من الموضوع، والنداء الى شيوخ قبيله المجارحه يسحبوا ابنهم ابن حفتر المدلل. الميليشيات هي من قامت بالرمايه على المتظاهرين. تحت الكيش مشاهدينا الكرام بجودة بيكم الله. الله حالا من ظهر ركبات المتظاهرين وحالا رمايه. روح يا عفتر، ما نبوكش، روح، ما نبوشي.